بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين. ثم أما بعد، أحبائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في شرح دروس اللغة العربية. اليوم نحن على موعد مع النص الأول من نصوص اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني. هذا النص تحت عنوان الحرية مسؤولية. أبنائي، إن الحرية هي أهم شيء في حياة الإنسان، فهي ما يميز المجتمع الإنساني عن غيره من المجتمعات، وهي ما يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات. ولكن السؤال الآن، هل حرية الإنسان مطلقة أم مقيدة؟ إن من حق كل إنسان أن يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية، ولكن ماذا يفعل الإنسان إذا كانت مصلحته الشخصية تتعارض مع مصلحة المجتمع العامة الكلية؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا النص. هذا النص هو حديث نبوي شريف قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث بمثل تطبيقي واضح معنى حرية الفرد مقارنة بحرية المجتمع، ومعنى مصلحة الفرد الخاصة بمصلحة المجتمع العام. نقول إن النبي يقول: مثل، كلمة مثل تعني شبه أو مثيل أو شبيه. مثل القائم على حدود الله، والقائم على حدود الله معناها الشخص الذي يتولى تنفيذ ما أمر الله به، والواقع فيها، الواقع المخالف. ما الجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: القائم على حدود الله والواقع فيها؟ نقول إن لفظة القائم ولفظة الواقع بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضح ويؤكده. فهذا رجل يقوم على حدود الله وينفذ ما أمر الله به، وهذا رجل يخالف ما أمر الله به ولا ينفذ أوامره. فالجملتين متضادتين، وسر جمال التضاد أنه يقوي المعنى ويوضح. القصة التي يضربها لنا النبي هي قصة قوم، وقوم يعني جماعة من الناس. هؤلاء القوم صعدوا إلى سفينة، هذه السفينة مكونة من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي. الطابق العلوي هو الأفضل، لأن من أراد الشرب أو سقية الماء يستطيع أن يشرب كيف شاء. أما الطابق السفلي يحتاج أهله إلى أن يصعدون إلى الطابق العلوي ليحضروا الماء ثم ينزلون مرة أخرى. فالنبي يقول أن هؤلاء الناس قد اقترعوا، قد استهموا. معنى استهموا أي اقترعوا، يعني أجروا قرعة فيما بينهم ليروا من منهم يحصل على الطابق العلوي ومن منهم يحصل على الطابق السفلي. أجريت القرعة فأصاب أي حصل ونال بعضهم، بعض هؤلاء الناس على الطابق العلوي وبعضهم على الطابق السفلي. تمت السكنة، سكن هؤلاء في الأعلى وسكن أولئك في الأسفل. وكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا، يستقوا أي يشربون الماء، يصعدون إلى أعلى. إن حبوا يشربوا مية لازم يطلعوا للدور اللي فوق عشان يجيبوا المية وبعدين ينزلوا إيه تاني. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، أي أنهم إذا أرادوا أن يشربوا من الماء، مروا على من فوقهم، صعدوا إلى من فوقهم ليشربوا. فقالوا هؤلاء الناس الذين في الأسفل، فكروا وقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. ما معنى هذا الأمر؟ أي لو أننا أحدثنا ثقبا في نصيبنا، نصيبهم هو الطابق السفلي. ماذا يحدث إذا دخل جسم السفينة الماء؟ لو أنهم صنعوا ثقبا سيندفع الماء إلى السفينة،
وإذا دخل الماء إلى السفينة سيكون مصير السفينة هو الغرق. فقالوا هؤلاء الناس الذين في الأسفل، قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، أي صنعنا ثقبا في نصيبنا، ولم نؤذي من فوقنا، لأن هذا الطابق هو طابقنا، نحن لم نضرهم في شيء ولم نؤذهم بكثرة الصعود إلى الأعلى لإحضار الماء، فسيكون الأمر راحة لنا وله. وهذا التعبير النبوي، هذا التعبير النبوي الجميل فيه دلالة على حمق وجهل هؤلاء الناس، لأنهم إن أحدثوا هذا الثقب سيكون مصيرهم جميعا الغرق. إذن القائم على حدود الله كأنهم أهل الطابق العلوي، والواقع فيها كأنهم أهل الطابق السفلي. فلو أن القائم على حدود الله ترك الواقع فيها يفعل ما يريد سيكون مصيره كمصير أهل السفينة. فالسفينة هنا هي تعبير عن المجتمع، عن الناس الذين يعيشون فيه. فنحن منا من ينفذ ما أمر الله به، ومنا من لا ينفذ ما أمر الله به. فمن ينفذ ما أمر الله به لو ترك من يعصي الله يعصه دون مصح ودون منع من الإيذاء ومن الضرر، سيكون مصير المجتمع كله الفساد والغرق. فالنبي يقول فإن أخذوا على أيديهم، فإن تركوهم وما أرادوا، أي تركوهم يصنعوا ما يريدون، سيكون مصير الجميع الغرق، سيغرق أهل السفينة سواء في الطابق العلوي أو الطابق السفلي. وإن أخذوا على أيديهم، وكلمة أخذوا على أيديهم تعني منعوهم، كلمة أخذوا على أيديهم تعني منعوهم من فعل ما يريدون، نجوا. والنجاة يا أحبائي معناها الفوز، والنجاة معناها الفوز. فلو أنهم منعوهم من هذا الأمر سيكون مصير الجميع النجاة، أي الفوز بالنجاة، يعني ما نغرقش، هيكون مصيرنا كلنا إن احنا ننجو من هذا الأمر. ولو تركوهم وما أرادوا، سابوهم يعملوا اللي هم عايزينه، ماذا سيكون مصير الجميع؟ سيكون مصير الجميع الغرق، هلكوا أي ماتوا وهلكوا جميعا. فنقول إن تطبيق هذا النص على المجتمع أن السفينة هي المجتمع، هي الذي نعيش فيه، المكان اللي احنا بنعيش فيه كلنا، والناس الذين في الطابق الأعلى هم المتولون أو المشرفون. كنا أن القائم معناها المتولي أو المشرف، فالناس الذين في الطابق الأعلى هم القائمون على حدود الله، الذين يتولون تنفيذ أوامر الله، والواقع فيها هو المخالف لأوامر الله ونواهيه. فلو أن هذا الشخص القائم على الحدود ترك هذا الشخص الواقع يفعل ما يريد ويعيث في الأرض فسادا، فإنه ولا شك سيصيبه الضرر، لأن ضرر هذا الفاسد لن يتوقف على نفسه، وإنما سيصيب غيره به، سيصيب غيره به. ونحن نقول يا أبنائي إن حدود حرية الإنسان تنتهي عند حدود حرية الآخرين، فأنت حر تفعل ما تشاء، ولكن إن كانت حريتك فيها إيذاء لي فهذا أمر مرفوض. والآن يا أحبائي نتناول بعض مواطن الجمال في النص. بين كلمة القائم وكلمة الواقع وكلمة أعلاها وكلمة أسفلها وكلمة هلكوا وكلمة نجوا، بين كل هذه الكلمات تضاد يبرز المعنى ويوضح. القائم على حدود الله فيها تشبيه للمعاصي بمنخفض من الأرض له حدود، كأنه أرض منخفضة لها حدود مرتفعة. فلو أنك حافظت على حدود الله أي أنك حميت نفسك منها. والتشبيه أيضا فيه تشبيه للواقع في ما نهى الله عنه يوحي بجزائه الفاسد أو بجزائه الذي سيكون شديدا من الله سبحانه وتعالى. أيضا الجمال في قوله وإن أخذوا على أيديهم فيه تعبير جميل يدل على عاقبة الرأي السديد والفكر الرشيد. والآن نتناول بعض الأسئلة الهامة من هذا النص. أول سؤال، ماذا تستفيد أنت من هذا الحديث؟ نستفيد أننا لابد أن نصبر على أذى غيرنا، ولكن الصبر فيما لا يضر، أما إن كان الصبر سيترتب عليه ضرر
ويترتب عليه وقوع أمور سيئة لابد وقتها أن نقف ونأخذ على يد هذا الظالم أو هذا الجار الظالم ونأخذ على يديه أي نمنعه من الظلم. أيضا نتعلم من هذا الدرس يا أبنائي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنك إن رأيت أحد زملائك يفعل شيئا سيئا أو قبيحا يجب عليك أن تنصحه أن يتوقف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا لابد أن نأخذ على يد من يفعل ذلك، والأخذ باليد أو الأخذ على اليد لا يعني أن ندفعه بقوة، ولكن ربما يكون الأخذ على اليد بكلمة، بمعنى بمجرد النصيحة أنت تمنعه عن فعل هذا الشيء الخطأ. فكلمة الأخذ على الأيدي لا يعني أن تزجره أو تضربه ليتوقف عما يفعل، ولكن يمكنك أن تأخذ على يديه بمجرد كلمة، بمجرد نصيحة توجهها له ليتوقف عما يفعل. والآن يا أحبائي نكون قد انتهينا من الدرس، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.